لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية، أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى، فيدعي الملحدون بأن الكون وجد بلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. ومما لا شك فيه أن كثيرا من دول العالم الغربي والشرقي تعاني من نزعة إلحادية عارمة جسدتها الشيوعية المنهارة والعلمانية المخادعة. Dead now a long time. Long time. Bad humans. Soldier. وفي الأخير لا تنسى مشاركة الفيديو قدر المستطاع واللايك إذا أحببت الفيديو. اشترك في القناة لتكون أول من يشاهد الفيديو القادم. اترك تعليقا يعبر عن رأيك. في رعاية الله.